مصدر سبلاي بتاع كده دوت سبلاي بتاع كده تمام حته سهله قوي بس لازم يبقى معاك رسمه معايا شباب بلاص الله بتاع كده بلاص الله بتاع كده يعني في حته سهله ومهمه بس عايز بس فيها كام ملاحظه كده عشان الام سي كيو مش اكتر بالعقل كده البلاط فيسل اللي رايح للكدني ده اسمه ايه؟ اكيد طبعا رينال ارتري يبقى ده بدايته رينال ارتري وقول عليه رقم واحد السؤال برضه خليكم معايا ارسم الرينال ارتري من هنا ولا من هنا؟ من هنا صح برافو يبقى يا جماعه لما تيجي ترسم الرينال ارتري في البدايه تبقى بدايتك من هنا ادي ارتري جاي اهو وهديه اسم رقم واحد اللي هو رينال ارتري كده مش كده؟ ورينال ارتري داخل منين؟ من الهايلر مش من الكورتكس من الهايلر كلام سهل الرينال ارتري بعد كده اول ما دخل الكدني اتحول اسمه لرقم اثنين رقم اثنين ده اسمه انتر لوبر ارتري انتر لوبر ارتري واديله رقم اثنين اسمه انتر ايه؟ لوبر لانه ماشي فين؟ اللوب صعب كده؟ الانتر لوبر ارتري وصل النقطة دي النقطة دي اللي احنا كنا بنقول عليها الحد الفاصل بين الكورتكس والمظلة حلو؟ هيمشي معايا هيمشي معايا يعني يمشي كده ماشي كده رقم ثلاثة بصوا يا شباب أي ارتري في جسمك ماشي بشكل قوس أو بشكل كده أرش يعني بيسموه أركوتس بيسموها يا شباب اركويت ارتري وده رقم ثلاثه حاجه اسمها اركويت ارتري كلمه اركويت هي نفسها كلمه ارش يا رب كانت حاجه حلوه دلوقتي ثلاث محطات انت ماشي في طريق احمد الطريق ده ثلاث محطات طب بدايتك حاجه اسمها رينال ارتري رينال ارتري رينال ارتري رينال ارتري انتر لوبر انتر لوبر انتر لوبر انتر لوبر اركويت اشمعنى الحته دي سميتها اركويت؟ لانها ماشيه على شكل ارش حلو كده طيب الاركويت هيخش جوه كده طب اذا كنا سمينا ده انتر لوبر ده نسميه انتر ايه؟ لوبيول صح؟ يعني ده جوه اللوب ده جوه بين اللوب ده بين الايه؟ اللوبيول يبقى المحطه رقم اربعه مديله رقم وده اهم واحد رقم اربعه يا دكتور انتر لوبر لوبيولر معلش انتر لوبيولر ارتري يبقى انا عندي انتر لوبر وانتر لوبيولر بصوا بقى معايا في الحته دي بصوا يا شباب الانتر لوبيولر ارتري بقى طول ما هو ماشي في الكورتكس ركزوا بقى في الحته دي عمال يوزع طبعا هو مشي جوه الكورتكس ففي جنبه بومنز كبسول بومنز كبسول بومنز كبسول بومنز كبسول كتيره بقى هنرسم واحده هنا مثلا ونرسم واحده هنا حلو طول ما هو ماشي عمال يوزع افلت يمشي كده يدي افلت يمشي كده يدي افلت فهمت ازاي؟ يعني الانتر لوبيولر المحطه اللي بعده هتبقى ايه؟ ها؟ الافلنت وخلاص بقى مش محتاج ارسم الافلنت هيدي جلوميريولاس الاول والجلوميريولاس بعد كده تدي افلنت تعالى نرسم الكلام ده ادي الافلنت اهو بعد كده يطلع بالافلنت الافلنت يطلع بالافلنت اهو طيب هو انا ليه يا احمد رسمت اثنين نفرون بس؟ عشان اكمل لك الرسمه كده ادي نفرون الاولاني جنب المظله واخد بالك؟ جنب ايه؟ مظلة عامل كده. حد فاكر اسمه؟ جاكستا ها؟ ميدالري، يعني ايه جاكستا ميدالري؟ مجاور المظلة، ده النوع الأولاني. خلاص؟ النوع الثاني اللي جوه كورتكس قوي ده، أقول عليه إيه؟ كورتيكا، أقول عليه إيه؟ كورتيكا. حلو كده يا شباب؟ طيب، أنت طبعًا الإنتر لوبيولار أرتري ملوش دعوة. جاكس ميدالري كورتيكال انا كده كده بدي الافرنت عمال يدي افرنت 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 افرنت
الافرنت يخش يعمل الجلوميريولس يطلع بالافرنت. من ساعه الافرنت بقى قدامك طريق من اتنين. ركز قوي معايا. لو انت جاكستا ميدالري نفرون هيجي الافرنت اول ما يطلع يلاقي نفسه جنب المظله، يقوم نازل جوه كده جنب اللوبوفينل وراجع تاني. فالبلاط فيسل اللي عمله قدامك ده اسمه فازا ريكتال. اسمه يا شباب فازا يعني فاصل وريكتال يعني مستقيم. فازا ريكتال ماشي. سؤال، الفازا ريكتال في انهي نوع من النفرون؟ بس جاكستا ميدالري بس. ايه ده الحته عايز اوقعك ايه عينك عليها خلاص كده. طب بص كده معنى كده يا دكتور ان الكورت كان ما بيعملش فازا ريكتال ده امال بيعمل ايه؟ يقول لك الافرنت يطلع من الجلوميريولس ما يعملش بقى فازا ريكتال، لا ده يلف حوالين البروكسيمال تيوبيول ويلف حوالين الديستال تيوبيول، فبيعمل حاجه اسمها بي يعني حوله تيوبيولر لانه حوالين التيوبيول. بيري تيوبيولر كابيلاري. بيري تيوبيولر ايه؟ كابيلاري. يبقى استنى هنا واحده واحده بقى. بدايتك رين 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 انتر لوبر اركود انتر لوبيولر. انتر لوبيولر عمال يدي ايه؟ افرنت. الافرنت هيدي جلوميريولس ويرجع بمين؟ بالافرنت. من ساعه الافرنت اقف بقى نصين. والله يا فندم الافرنت لو انا جاكستا ميدالري نفرون، لو انا جاكستا ميدالري نفرون هيعمل لي حاجه اسمها فازا ريكتال. انما لو انت كورتيكال نفرون، كورتيكال نفرون هيعمل لك حاجه اسمها ايه؟ بيري تيوبيولار كابيلاري. يبقى اذا كنا قلنا هنا اربعه، الافرنت ده المحطه رقم خمسه ودي ثابته في الكل، الجلوميريولس رقم سته ثابته في الكل، الافرنت ده رقم سبعه، رقم ثمانيه ممكن يبقى ده وممكن يبقى ده. يبقى انا عندي اثنين رقم ثمانيه محطتين حسب انت انهي نوع من النفر. كده حاجه صعبه؟ طب تعرف تقول لك ايه تاني؟ اول حاجه عندي يا شباب رقم واحد رينا يدي انتر لوبر يمشي بشكل ارش اسميه اركو، بعديها انتر لوبيولر، انتر لوبيولر يوزع افرنت، افرنت يدي جلوميريولس، جلوميريولس ترجع بافرنت، كده سبع محطات. بعد الافرنت رقم ثمانيه ده حاجتين، يا فازا ريكتا يا بيري تيوبولر كامل. لو انت جنب المظله يقول لك طب استنى كده يا عم يقوم رايح عامل فازا ريكتا وراجع. خلاص؟ ده واحد، هتاخدها في الفسيولوجي. تمام؟ رقم اثنين، لو انا لقيت نفسي في الكورتكس يا انا لسه هروح اعمل فازا ريكتا، ما التيوبيول قدام اهي، اعمل بيري تيوبولر كابيلاري. يبقى مش كل مش كل النفرون اللي في الكليه عندك فيها فازا ريكتا، ومش كلهم فيها حسب انواعها. طيب، تكه بقى صغيره عشان نخلص الغزلان. هي دي ايه يا شباب؟ الكلمه دي ايه؟ كابيلاري. ده المحطه رقم 8. سبعة افرنت، ستة ايه؟ الجلوميرولس دي ايه؟ كابيلاري برضه. من كابيلاري لكابيلاري من غير ما يعدي على القلب ده ايه؟ بورتال. يبقى البورتال في انهي نوع من النفرون؟ الكورتال. بس واحدة واحدة بقى عليا. كنا قلنا قبل كده لما تلاقي بلاد فيسل بيجي من كابيلاري لكابيلاري من غير ما يعدي على القلب بقول عليه حتى شوف حته قد ايه، حته صغيره قوي برضه بورتال. ايه؟ بص على الرسمه. ادي جلوميريولس كابيلاري وادي البيري تيوبولر كابيلاري. شوف من النقطه الزرقاء دي للنقطه الزرقاء دي الخط الاحمر ده بس. سيبك من ده كده عشان ما تخبطكش اهو. الخط ده اهو اسمه ايه؟ بورتال او بورتال ايه؟ بس ليه بورتال؟ عشان من كابيلاري لكابيلاري من غير ما يعدي على القلب. طب الكلام ده في انهي نوع من النفرون؟ في الكورتيكال نفرون. يبقى البيري تيوبولار كابيلاري دي كابيلاري وقبليها كان كابيلاري من غير ما تعدي على القلب، اذا ده دكتور كده بورتر. كده حاجه صعبه. ادي الواد صغير مفيش اي حاجه. كلام محطات ورسمه قدامك. خلاص كده؟ طيب. طب ايه رايك بقى الفينوس؟ يا عم الفينوس ما توجعش دماغك، تقول الفينوس كورسبوندنج تو ذا ارتر، يعني ايه؟ يعني ماشي عكس الارتر لحد ما توصل بينا الفين وبس. النيرفس سبلاي بتاع الكدني
بص يا اولاد النرف سبلاي بتاع الكدني ما فيهوش الا سمباثيك بس. سمباثيك سبلاي. سمباثيك بس طب هو السمباثيك ليه في البلاد بس؟ بس يعني انا عايز تقول لي ان الكدني بتاعتي ما اقدرش اعمل فيها غير فازوكونستريكشن؟ ايوه ما تقدرش غير فازوكونستريكشن. ايوه يا دكتور بس انا عايز اتحكم في الفلتريشن، عايز ازود وقلل الفلتريشن، فانا تعالى ارسم سوا. ده الهومنز كبسوله اهو. وده طبعا زي ما حضرتك عارف الافرنت، وده راجع منين؟ افرنت، ده افرنت وده افرنت. هسالكوا سؤال وعايز الناس تتخيل بقى شويه. ازاي بالفازوكونستريكشن بس اقدر يا ياسمين ازود الفلتريشن مره واقلل الفلتريشن مره؟ نعمله مرة في الافرنت ومرة في الافرنت بس كده. بص معايا، مرة عملت فازوكونستريكشن في الافرنت كده انت قفلت الحنفية صح؟ يعني قللت البلد اللي رايح، يبقى قللت الايه؟ الفلتريشن. طيب مرة تانية فازوكونستريكشن فين؟ في الافرنت كده انت سديت البلاعة، الخطة هتكمل صح؟ تمام كده؟ يعني هنا الضغط هيزيد فهيزيد الايه؟ الفلتريشن. فهمت كده يا شباب؟ نقول لك تاني يا احمد، مرة اعمل لي فازوكونستريكشن هنا ومرة فازوكونستريكشن هنا وشوف اللي هيحصل. فازوكونستريكشن في الافرنت، شوف انت اللي هيحصل فازوكونستريكشن، يبقى انت قللت الدم اللي ايه؟ اللي رايح. اذا الفلتريشن هيقل، ديكريز الفلتريشن. تعالى بقى نعمل فازوكونستريكشن تحت هنا، ايه اللي هيحصل؟ هيجي الدم هنا عادي، انت ما قربتش من الافرنت، الدم عادي يجي يمشي يلاقي الطريق ضيق قوي قوي فيتحوش هنا. فهمت ازاي؟ فهيزيد الفلتريشن، يبقى يزيد هنا ايه؟ الفلتريشن. وبعد ما يخلص كل ده هتلاقيه كاتب عندك كلمه حلوه قوي، يقول لك كده كده النرف سبلاي بتاع الكدني مش مهم. مش مهم ازاي يا عم؟ يقول لك اصلا المين كنترول اوف فلتريشن او ريجوليشن اوف بلاد فلو تو ذا كدني هو هرمون مش نرفس. ولا تاني، المين كنترول للبلاد فلو تو ذا كدني هو هرمونال مش زي الرينين. الرينين ده كان بينظم الدم، لو الدم قل يطلع الرينين يزود الدم اللي رايح للكدني، مش كده يا شباب؟ تمام كده؟ طيب بالدليل الكلام ده برضه مكتوب عادي، مش في عمليه اسمها رينال ترانسبلانتيشن نقل ايه او زراعه ايه؟ الكلى. سؤال، هو انت لما بتزرع الكلى تزرعها من الفتحه؟ طبعا لا، زي القلب. لما انت بتزرع القلب تزرعه من الفتحه؟ لا يا دكتور، انت معتمد ان القلب في حاجه اسمها اس اي نوت، في خاصيه اسمها اوتوماتيستي، اوتوماتيك لوحدها عمال تطلع ايه، مالهاش دعوه بيه نرفس. صح ولا لا؟ نفس الكلام في الكدني. الكدني يا عم انقلها من المريض للتاني او من واحد للتاني، ما تقلقش. ما تقلقش حته بقى الفلتريشن مش الفلتريشن، كده كده الكدني بتطلع الرينين وبتتحكم في نفسها. ماشي يا شباب؟ يبقى بعد ما تخلص النرف سبلاي تعرف عنه ان هو سمباثيك اول فازوكونستريكشن، واقدر بالفازوكونستريكشن ده اتحكم زي ما انا عايز، مره في الافرنت ومره فين؟ في الافر. وبعد كده تحط لي هنا ان بي، تقول لي يا دكتور السمباثيك او النرف سبلاي ده كله على بعضه مش مهم. لان ايه؟ عشان تجيب ريزو المين كنترول اوف بلاد فلو تو ذا كدني بيبقى هرمونال مش نيرفس. الدليل بتاعك الرينال ترانسبلانتيشن. مش كده مشكلة يا احمد؟ طيب. بعد كده في حته اسمها الفانكشن اوف ذا كدني. وظيفة الكدني طبعا ده كلام فارغ. أول وظيفة أحب أقولها رقم كلمتين جنب بعض، ري أبزوربشن أند سكريشن. قول بقى اللي أنت عايزه هنا لأن أنا قلناه كتير. ري أبزوربشن أند سكريشن. ري أبزوربشن بقى للووتر، صوديوم، بوتاسيوم، كلورايد، جاي واي، اي ماده حلوه، جلوكوز، بروتين، الحاجات اللي انت عايز جسمك يعملها. سكريشن حاجات اللي عايز تستخدمها في بعض الدايز، درجز، الكرياتين، اليوريك اسيد، اليوريا. طب حاجه ثانيه، اوزموتيك او اوزمو ريجوليشن اوف بلاد بلازما او اوف بلاد وخلاص. يعني ايه بالظبط الاوزمو ريجوليشن؟ يعني بيحكم في الاوزموتيك بريشر بتاع الدم. ازاي بقى؟ عادي يا عم.
سؤال، مش الكدني مسؤول عن الاملاح اللي جوه جسمك؟ الصوديوم والبوتاسيوم بتاعته. تخيل معايا ان الكدني دي عملت تخلصت من الصوديوم والبوتاسيوم والمينرالز دي بشكل كبير كده، الاوزمولاريتي هتقل صح؟ طيب اعكس بقى، الكليه بتاعتك قعدت تحوش الصوديوم والبوتاسيوم والحاجات دي جوه الدم، الاوزمولاريتي هيحصل فيها ايه؟ هتزيد. يبقى يا دكتور على قد ما الكليه بتاعتك تخرج املاح او تحتفظ باملاح، على قد ما الاوزمولاريتي بريشر بتاع الايه؟ بتاع الدم. ماشي؟ لو خرجت املاح كتير اوزمولاريتي تقل، احتفظت بالاملاح جوه جسمك الاوزمولاريتي تزيد. مش كده مشكله؟ كل دي كلام في ايه؟ وظائف سهله. في وظيفه اسمها كاونتر كارنت ميكانيزم، هتاخدها في الفيسيولوجي. قلت لك ده المين ميكانيزم اوف، حد فاكر؟ يورين كونسنتريشن. المين ميكانيزم اوف يورين ايه؟ اكتر ميكانيزم الكليه بتركز بيه اليورين هو الكاونتر كارنت ميكانيزم. كل الكلام ده كلام بسيط. اي حد هيسالك ايه وظيفه الكليه هتقول له والله يا فندم كامري ابزوربشن سكريشن وكاونتر كارنت ميكانيزم، والله ده كمان بتعمل ايه؟ بتتحكم في الاوزمولاريتي بتاعت الدم. ده كله كلام فارغ. الحته بقى اللي عايزك تاخد بالك منها قوي اللي هي الاندوكراين فانكشن. الاندوكراين ايه؟ احنا اتفقنا من الاول خالص ان الكليه بتاعتنا دي عباره عن جلاند. عباره عن ايه يا شباب؟ والجلاند دي ميكس اندوكراين وايه؟ السؤال بقى اكزوكراين. طبعا انت عارف ما بتطلع اليورين يا دكتور، البول اللي ماشي هنا ده يعتبر اكزوكراين، مش ماشي جوه قنوات. شيل بقى الاندوكراين، ايه الحاجات اللي بتخرج من الكليه تروح الدم؟ تعالى نعدهم مع بعض. اول واحده يا شباب طبعا اكيد كل الناس هتقول اللي هو الرينين. تاني حاجه حد عارف؟ اريسرو بايوتين. اريسرو بايوتين ده بيروح للبون مارو، اسمه اريسرو بايوتين، بيحفز البون مارو انه يطلع اريسرو سايت. ايه اريسرو سايت؟ ماشي يا شباب؟ طيب في مواد كمان رقم ثلاثة، مادة اسمها بروستاجلاندين. رقم أربعة مادة اسمها ميدالو ليبين، احفظها دي الجديدة عليك. ميدالو ليبين اختصار الكلام، ميدالو ليبين دي بيقول لك مادة اسمها ميدالو ليبين 1 بتروح للليفر بتتحول لحاجة اسمها ميدالو ليبين 2. ميدالو ليبين 2 ده بيعمل فازو دايلاتيشن بس. خلص الكلام سهل قوي. بقى عندي كام حاجة بتخرج من الكلية؟ تلاتة أربعة. أول حاجة تيجي في دماغك واحد واثنين اللي هما الرينين ومين؟ والإريسروبايتين. المادتين بقى الزيادة اللي أنت تحفظها بروستاجلاندين ومين؟ ميدالو ليبين. ميدالو ليبين 1 بيخرج من الكلية يروح على الليفر يتحول إلى ميدالو ليبين 2. ميدالو ليبين 2 بيعمل فاز دايلاتيشن في البلاد فيس. تمام؟ خلي بالك بس كلمة صغيرة، بيقول لك المادة 2 و3 البروستاجلاندين والإريسروبايتين بيخرجوا من خلية في الكدني اسمها فايبرو سايت. اسمها فايبرو ايه؟ سايت. اسمها يا شباب؟ فايبرو سايت. حلو يا شباب؟ كلام بسيط كلام سهل ما فيهوش حاجة. يبقى الوظيفة بتاعت الكدني قدامك ايه؟ الحتت دي ما بتجيش في الامتحان كأسئلة طبعا. لما تيجي ام سي كيو جيف ريزون كومبليت حتت كده صغيرة. لا دكتور عسل بتجي. بقول لك ما بيجيب حاجات صغيره، لانه مش هتيجي سؤال هيجيب سؤال يقول لك بصل بيضه زي كده، ده سؤال اناتومي. تمام؟ لكن وسط الكلام يعني انت تاخد بالك من حته زي البورتال دي، حته وسط السطور، تاخد بالك اصلا ان الافرنت وهو طالع هنا وهنا طريقه مش واحد، مره يعمل لك فازا ريكتا ومره يعمل فيري تيوبولار كابيلاري، ده برضه تاخد بالك منها. تمام؟ تاخد بالك ان ده سمباثيك بس، فازو كونستريكشن مفيش مرض سمباثيك. تمام؟ وهنا الوظائف دي سهله، تاخد بالك من الاندوكراين فانكشن. الاندوكراين فانكشن اوف كيدني الاربع هرمونات دول. ماشي يا شباب؟ طيب عندي بعد كده حته انت كده خرجت بره الكيدني، هتبتدي تخش في حاجه اسمها اكسكريتوري باسج. يعني ايه؟ يعني انت من اول الكدن اهي خلصناها، تبتدي معايا باليوريتر، وبعد اليوريتر اليوريتر من الناحيه الثانيه يفتح فين؟ في اليورينري بلر بالمنظر ده كده. حلو قوي. اذا احنا عندنا درسين سهلين
الدرس الاولاني اسمه يورينري بلادر او ده الثاني، والدرس اللي جنبه اسمه اليوريتر. ودي حتت سهله قوي، وسر السهوله ان انت بتتكلم هنا على كام حاجه قبل ما نخش في الاثنين دول، زي ما تقول كده اسطمبه ثابته هنثبتها في اليوريتر وفي اليورينري بلادر. الاسطمبه دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك هنا ان ده او ده اي حاجه في الاكسبريتوري باسج بتتكون من ثلاث طبقات. بتتكون من كام طبقه يا شباب؟ ثلاثه. اول طبقه اسمها ميكوزا. ثاني طبقه اكتب صم ميكوزا. احنا مش اتفقنا ان مفيش صم ميكوزا غير الجاي تي والتراكيب. الجاي تي وايه؟ بس. الباقي كله مفيش صم ميكوزا. ده كمان حاجه مفيش اربع طبقات غير في الجاي تي. الباقي كله ماشي ثلاثات ماشي. يبقى الميكوزا يا دكتور اكيد هيبقى تحتها على طول الماسكلوزا وبعد كده الادفنتيشن. ادي اول قاعده. اقول لك يوريتر تقول لي ميكوزا ماسكلوزا ادفنتيشن، اقول لك يورينا بلادر تقول لي ميكوزا ماسكلوزا ادفنتيشن. يا دكتور ثلاث طبقات ما دام انا بره الجاي تي. يا دكتور ما فيش صب ميكوزا ما دام انا بره الجاي تي. تمام كده؟ ادي اول قاعده. تاني قاعده برضو هنتفق عليها في الدرسين دول، ان نوع الابيسيليا هنا وهنا نوع مميز ربنا سبحانه وتعالى اختاره في الاكسكريتوري باسج بس. خد نفس سنه اولى اسمه ترانزيشنال ABC. ايه بقى معلوماتك عن الترانزيشنال ده؟ تعالى يا عم افكرك من سنه اولى. والله يا دكتور اول معلومه انا اللي فاكره ان النوع ده كان بيغير عدد الطبقات بتاعته من 3 لـ 8 حسب درجة الديستنشن. يعني ايه الديستنشن؟ قلت لي والله يا فندم لو اليورينا بلادر بتاعتك دي مليانة هتلاقي بقى ضغوط بقى 3 طبقات خلاص؟ معلش يا فندم. لو اليورينا بلادر بتاعتك فضت هتلاقي رجع تاني الوضع المرتاح خالص، تلاقي 8 طبقات يبقى عمال 3 8 3 8 3 8 8 دي لما تبقى اليورينا بلادر فاضية خلاص؟ ويتضغط يبقى 3 طبقات لما تبقى اليورينا بلادر ايه؟ مليانة. ماشي كده يا شباب؟ عشان كده سموه ترانزيشنال، جاي من كلمة ترانزيت. ترانزيت بيغير نفسه على طول. طيب يا دكتور دي أول معلومة ودي عارفينها. المعلومة الثانية إن أنت ترسمهولي، ترسمهولي كده. أدي البيسمنت ممبرين وأول طبقة كولامينر. بعديها حضرتك تحط لي 5 طبقات ولا حاجة بولي هيدرال. بالمنظر الجميل ده. وبعد كده اخر طبقه فوق هتلاقيها ايه؟ كوبويد. ايه ده يا دكتور؟ يعني معنى كده ان النوع ده تقريبا هو ستراتيفايد كوبويد. هو ستراتيفايد كوبويد الابيسيليا. يعني المعلومه اللي لازم تعرفها ان هو ستراتيفايد كوبويد الابيسيليا ده اصله ده شكله. انما المميز انه الستراتيفايد كوبويد ده بيغير عدد الطبقات، فهو ده اللي خلانا نسميه ايه؟ ترانزيشن. إذا الترانزيشنال ابيسيليم هو ستراتيفايد كوبويد الابيسيليم في خاصية إن هو عامل زي السفينة بيغير عدد الطبقات أو السوك بتاعه. حلو؟ برضه ده كله أنت عارفه. إيه بقى الجديد بتاع سنة تانية في الابيسيليم ده؟ معلومة واحدة بس بين السطور قوي. بيقول لك إحنا عايزين أول صف من الخلايا اللي هو الكوبويد ده. الصف ده يا شباب الخلايا دي اسمها فاسيت سيل. اسمها فاسيت سيل. الخلية دي بقى فيها كام كده مواصفات جديدة. رقم واحد شكلها ايه؟ كوبويدال طبعا. كوبويدال. تاني حاجة باي نيوكليتد. يعني ايه باي نيوكليتد؟ فيها 2 نيوكليس اهم. ادي 1 2 1 2 1 2 1 2. رقم 3 الفاسد سيل دي بتمسك مع بعضها بإكلودينج جنكشن. اوكلودنج جنكشن ده كانت المسافه فيه كام؟ زيرو. ليه؟ ايه الماتيريال دي اللي هي مين؟ اليورين. صح ولا لا؟ يا عم انت عندك هنا فيه يورين كتير فلازم الخلايا اللي جوه هنا تبقى ماسكه مع بعضيها بمسافه زيرو عشان ما اخليش اليورين يخش ما بين الخلايا وبعضها. فهمنا كده يا شباب؟ تمام كده؟ يبقى خلي بالك معايا. دي قواعد اتفقنا عليها قبل ما نخش في الدرسين دول، دول مش هاخدوا دقيقة. الفكرة هنا ايه؟
اي واحد من دول كام طلقه؟ ثلاثة ميكوزا وماسكلوزا ويوم. مفيش. تاني حاجة نوع الجسيليان فيهم الاثنين اسمه ترانزيشن. النوع ده ما هو الا سيرتيفايد كوبويدا بس بيتغير من ثلاثة لايه؟ ثلاث طبقات حسب وضع اليورو بلدر او اليورينري سيستم. اخر صف من الخلايا فوق اسمه فاسيت سيل شكلها كوبويدا باي ميوكليتد بس مع بعضيها بايه؟ ستودنت جانش عشان يا دكتور اليورين اللي هنا ما يعديش جوه. اخر حته دي بقى حلوه قوي. يقول لك الايبيكال سيل ممبرين. السيل ممبرين بتاع الايبكس بتاع الخليه دي فيري ثيك. فيري ثيك يا شباب. الايبيكال سيل ممبرين بتاع الخليه دي فيري ثيك. تخيل وبيبقى اسمه بيسموه بليك. بليك لو ترجمتها في القاموس يعني رصيف او حافه. حلو يبقى البليك ده بيتقال على الايبكس بتاعت الفاسد سيشن. السؤال بقى ليه دي مش مكتوبه عندي خالص كتاب او مذكره؟ بس انا اقول لك ليه. حد يفكر. مش اسف سوريتي صح بص يا شباب هو مين اللي ماشي هنا؟ يورين. ايه رايك في الاوزمولاريتي بتاعت اليورين؟ مليان املاح وعاليه جدا. طب لو انا سبت الاوزمولاريتي دي اكيد اعلى من السيتوبلازم. لو انا سبته يعدي كده هيعمل ايه؟ هيسحب الميه هينشف الخلايا صح؟ هيسحب الميه. لا يا عم انا مش عايز كده. انا عايز اليورين من ساعه ما يخرج من الكدني لحد ما ينزل بره خالص بنفس التركيب. يعني اللي يلعب في الاوزمولاريتي وتركيب اليورين ده الكدني. انما وانس ان انت خرجت من الكدني لازم يبقى سات. تعمل ده بقى ازاي؟ انك تخلي الرصيف ده كله خلايا ليها ثيك ايبكس. مش كده يا شباب؟ فهمتوا ليه؟ يبقى لما يجي يقول لك ليه الايبيكال سيل ممبرين بتاعت الفاسد سيل بيبقى ثيك وتخين واسمه بليك قول له يا دكتور عشان ما يحصلش ايه؟ اوزموتيك اكستشينج ما بين اليورين وما بين الانتراسيلولار فريكس. فهمنا الحته دي؟ تمام كده؟ يبقى تعالى قول الكرايتيريا بتاع الفاسد سيل اتفضلي قول. بيحصل ايه؟ في الكدني؟ في الكدني اه. احنا خرجنا بره الكدني دلوقتي. بس معنى يعني كلها قليله لا ما انت مش كلها. انت بتاخدي اللي انت عايزاه مني. هو انا لما اقول ري ابزوربشن للصوديوم هل انا قلت كل الصوديوم؟ لا طبعا. انا قلت لك كل الجلوكوز وكل البروتين. انما الصوديوم انت بتاخد منه على قد ما انا عايز. خلاص؟ انسان ضغطه عالي؟ لا هينزل كتير بقى. مش كده يا شباب؟ خلاص خلصت دول خلصت خلاص درس ده خلص خلاص. بص يا شباب ايبيكال سيل ممبرين قلنا تيك واسمه ايه؟ بليك. يبقى الكرايتيريا بتاعت الفاسد سيل بسرعه شكلها كوبويدا فيها اثنين نيوكليوس ماسكه مع بعضها بكلودنج جانكشن. الايبكس بتاعها تيك عشان ما يحصلش اوزموتيك تشين وكلودنج جانكشن عشان اليورين ما يخشش ما بين خلايا. حلو؟ سأل اهو. طيب اليوريتر كم طبقه؟ بسرعه. ميكوزا ماسكلوزا ادفنتيشن. الميكوزا دي بتتقسم لايه؟ اي ميكوزا في الدنيا. ايبيسيليم ولامينا بروبيا. ايبيسيليم نوعه ترانزيشن. لامينا بروبيا فيها بلاد فيسل لمفاتيك نيرفز. صعبه دي؟ طيب ادفنتيشيا كونكتيف تيشو فيه بلاد فيسل لمفاتيك نيرفز. الباقي مين؟ ماسكلوزا. عادي يا دكتور بص كده بص ماسكلوزا دي بيقول لك بقى في الجزء اللي فوق من اليوريتر معايا بتبقى طبقتين انر لونجيتيودينال واوتر سيركل. على فكره لو ركبتهاش غلط هي كده صح. خدت بالك منها؟ العكس. ايوه ده انا عايز اوقع عينك عليها. على طول احنا بناخد ايه؟ انر سيركل واوتر الا هنا عكسناها خليناها ايه؟ انر لونجيتيودينال اوتر سيركل. خلي بالك منها. طيب ده في الجزء العلوي. في الجزء السفلي بقى هيبقوا ثلاث طبقات. هقول لك معلومه صغيره. لما تسمعني بقول لك ثلاث طبقات تسال نفسك سؤال الطبقه الثالثه زادت فين واتجاهها ايه؟ هنا هقول لك زادت بره واتجاهها لونجيتيود. تعرف تقول لي بقى ايه بقى؟ بقى هنا واوتر لونجيتيودينال وميدل بس اهو يا عم. يبقى دكتور المصر هنا بقت ايرور زي ما هي لونجيتيودينال ميدل سيركيولار واوتر زادت دي بقى بقت اوتر ايه؟ لونجيتيود. بقى ثلاث طبقات. ده اليوريتر. في حاجة صعبة؟ طيب
اليورا بلادر كم طبقه؟ برضه ثلاثه، ميكوزا ماسكلوزا ادفنتيشن، ميكوزا ابيسيليا ولامينا بروبيا. نفس الكلام المصل اليورا بلادر هقعد برضه اقول لك حته وحته، واليورا بلادر كلها تبقى حاجه واحده، حاجه واحده. ما دام انت بدات من هنا ثلاث طبق، هنا طبقتين 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 مصر طبقتين، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، ده كل ده ثلاث طبقات. اليورا بلادر لازم تبقى ثلاث طبقات. ستومر اليورا بلادر قد ايه؟ يوترس. الثلاث حاجات اللي بيزقوا كلهم بيبقوا ثلاث طبقات. طب ايه الثلاث طبقات اللي بتوع الهنا؟ ده بتوع اليورا بلادر زي اللي قبلها، انر واوتر لوجيتيودينز، ده سيف ادفنتيشيا. يعني ايه ادفنتيشيا يا شباب؟ كونكتيف تيشو. امتى بقول على حاجه انها ادفنتيشيا؟ لو مش متغطيه بروتين بكتيريا، صح؟ طيب سؤال، هل كل الاستومك ادفنتيشيا؟ مفيش كده حته سيروزه يعني؟ حته مغطيه بالكل؟ بس الابر سيرفس البريتون بيجي بيجي كده 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 يغطي الابر سيرفس ويرجع تاني. فحضرتك هتقول لي ادفنتيشيا ده في العنوان، تيجي تقول له كله ادفنتيشيا يا فندم ما عدا الابر سيرفس ده ايه؟ سيروز. صعب الكلام ده؟ بكره تمام اليوريزم صفحه كده خلصها وامتحان وهنراجع، امتحان وهنراجع مع بعض، تمام؟